الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، هل يشترط لصحة الاعتكاف الصوم؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح عدم اشتراطه لعدم وجود الدليل الدال على اشتراطه. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في التعبدات الإطلاق عن الشروط والقيود والصفات، إلا أن الأفضل لمن أراد الاعتكاف أن يكون صائما، فصيام المعتكف من شروط الأفضلية لا من شروط الصحة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف غير صائم في شوال، وأجاز لعمر رضي الله عنه أن يعتكف عن النذر الذي نذره حال كونه كافرا، ولم يأمره بالصوم، فلو كان واجبا لأمره به، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.